عامله فعليا النهارده ضد قانون منع التظاهر. ما ينفعش حكومه اصلا جت بالتظاهر وجت بوزاره 30/6 ان هي تمنع التظاهر. انا مش من حق اي حد يقول اقف فين او انزل امتى. القانون بيقول ممنوع اقف جنب بعيد عن قريب من بعيد ان اقرب ابعد الاسم وابعد عن مواطن سياديه للدوله. يعني هو تقريبا حدد مصر كلها. يعني انا عشان اروح اقف هقف في صحراء. المظاهرات او الوقفات او الفعاليات دي حريه شخصيه، حريه تعبير. ما يقدرش حد يقولك تنزل امتى ولا تاخد اذن من حد. ما ينفعش اروح للضابط قتل اخويا اقول له بعد اذنك اديني تصريح انزل اهتف ضده. عمره ما يديني تصريح عشان انزل اهتف ضده. نعترض على القانون اللي بيحجم حرياتنا، نعترض على القانون اللي بيرجع لنا دوله القمع، نعترض على كل حاجه تقف قدام الحريه. خرجنا في 25 يناير، خرجنا في 30/6 قلنا عيش حريه عداله اجتماعيه. هدفنا الاساسي ومطلبنا الاساسي هو الحريه. مش هنيجي النهارده بعد سقوط نظام الاخوان النظام الفاشي يطلع لنا نظام فاشي عسكري يبتدي يحجم في الحريه. قانون التظاهر النهارده اللي النظام بيحاول يطبقه علينا قانون بيضطرني ان انا ما اعملش مظاهره في اي مكان في مصر. مثلا انا نازل اعترض على حاجه في مجلس الوزراء، في مجلس الوزراء هبعد 30 متر 50 متر عنه هلاقي وزاره ثانيه، هبعد عنه هلاقي مجمع التحرير، هبعد عنها هلاقي المتحف المصري، هقف فين انا حضرتك؟ عملنا ثوره من 25 يناير وطلعنا في موجه ثانيه في 30 يوليو عشان يحصل لنا اللي بيحصل لنا ده، احنا طالعين النهارده نقول لا ولا لقانون منع التظاهر. عايزين نقول يا جماعه ان التظاهر ده حق دستوري، حق دولي، ما يقدرش الشعب المصري لما اكتسب الحريه ما فيش حد في الدنيا يقدر يمنع منه الحريه دي. احنا عايزين النهارده نقول الكلام ده.